بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي. كنا وقفنا في آخر جزء من الدرس الأول عند خواص الكاثود ري properties of cathode ray، وكنا قلنا إنها they consist of very fine negatively charged particles وسميناها electrons، وقلنا إن هي بتمشي في straight lines خطوط مستقيمة، وإنها لها thermal effect لها تأثير حراري، وقلنا ان هي بتتأثر affected by بتتأثر ب both electric and magnetic field، وشفنا بنفسنا التجربة بعينينا في الفيديو الأول، وهسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف عشان اللي ما شافش التجربة عمليا يرجع لها ان شاء الله ويشوفها. وقلنا ان ما بيفرقش تغيير نوع الغاز داخل الكاثود ري، they don't differ either in behavior or nature if the material of the cathode or the used gas is changed، يعني ما بيتغيرش don't differ ما بتتغيرش لا في البيهيفير لا في السلوك ولا في النيتشر الطبيعة، لو الماتيريال بتاعت الكاثود لو المادة بتاعت الكاثود اتغيرت او الغاز المستخدم داخل الانبوب اتغير ما بتفرقش، دايما الاشعة بتنتج ودايما بيكون لها نفس الخواص ان هي بتتأثر بالتيار الكهربي وبتتأثر بالمجال المغناطيسي وانها بتمشي في straight lines. كده احنا هنكون خلصنا تومسون. هنبتدي بقى نتكلم عن واحد تاني برضو كان له ابحاث حوالين الذرة، هو رذرفورد. عمل ايه رذرفورد؟ رذرفورد جاب مجموعة من الادوات. اول حاجة جاب ديب ليد بوكس، جاب صندوق كبير من الرصاص containing a source of alpha particles، يحتوي containing يحتوي source مصدر of alpha particles لجسيمات الألفا. جسيمات الألفا دي بنديها رمز، هو ألفا بيتكتب كده بالطريقة دي بنسميه ألفا. فهو جاب صندوق مصنوع من مادة الرصاص عشان يمنع تسرب الأشعة ألفا اللي هتكون جوه الجهاز اللي هو هيستخدمه. فهو جاب صندوق مصنوع من عنصر الرصاص، مصنوع من الرصاص علشان يمنع تسرب الأشعة للخارج، وحط جوه الصندوق ده مصدر لإشعاع الألفا بارتكلز. تمام، طبعا في عناصر مشعة بتشع جسيمات الألفا بارتكلز دي هتعرفوها إن شاء الله في الفيزياء. بعدين جاب ميتال شيت، يعني شريط معدني. الشريط المعدني ده covered from inside، مغطى من الداخل، مغطى بطبقة من زنك سلفايد، بمادة اسمها زنك سلفايد. يبقى الشريط ده من جوه كله مغطى بمادة هي الزنك سلفايد، رمزها ZnS. S دي رمز السلفر والZn رمز الزنك، المركب على بعضه رمزه ZnS واسمه زنك سلفايد. ماشي، اشمعنى استخدم الزنك سلفايد بالذات؟ عشان الزنك سلفايد ده هو اللي هيستشعر وجود الالفا بارتكلز، هو اللي هيعمل ديتكت للالفا بارتكلز. طب ازاي هيعمل ديتكت؟ المركب ده عنده خاصية معينة ان هو جلوز، يتوهج at the site of collision with alpha particles، عند المواقع بتاعة اصطدامه بالالفا بارتكلز. يبقى it glows at the site and في الموقع of collision بتاع الاصطدام بتاع الالفا بارتكلز، يعني الالفا بارتكلز اول ما تسقط عليه في نقطة النقطة دي تصبح متوهجة مضيئة، المادة بتنور. خلاص، كمان جاب ايه تومسون في التجربة بتاعته؟ جاب thin gold foil، جاب ورقة من الذهب. تمام، عارفين انتوا الالومنيوم فويل اللي بتشوفوه، شوفوا سمك ورقة الالومنيوم، الورقة المصنوعة من الالومنيوم ازاي هي رفيعة، هو جاب ورقة رفيعة جدا من الذهب. تمام، بعدين شغل التجربة بتاعته ازاي؟ it was allowed for alpha particles to collide the metal sheet، سمح للالفا بارتكلز انها تصطدم بالميتال شيت. where it was possible to define the location and number of alpha particles، يعني اصبح هيقدر يعين المكان location والعدد number of alpha particles by counting the glows which appeared on the metal sheet، يعني هيعد النقاط المضيئة اللي هتظهر على الشريط، لان هو حاطط على الشريط زنك سلفايد، فلو سقطت اشعة الالفا في اي مكان هينور هيصبح بقعة مضيئة. فهيعد اللوكيشن والنمبر، هيعد الأماكن اللي ظهر فيها الإضاءة على الشريط المعدني وعدد
الالفا بارتكلز اللي سقطت عليه. طب وبعدين الثين جولد فويل دي هيعمل بيها ايه؟ هيحطها ثين جولد فويل was placed between، هيحطها بين مين؟ the beam of alpha particles and the metal sheet، يعني هيحطها بين الشعاع the beam of alpha particle and the metal sheet. فلو شفنا مخطط للتجربة بتاعته، ده مخطط للتجربة بتاعته. لو فتحنا الليد بوكس هنلاقي جواه فيه مصدر source of alpha particles، مصدر للإشعاع بتاع ألفا بيطلع الشعاع بتاع ألفا، وفي ميتال شيت شريط معدني من جوه. الشريط المعدني ده مغطى كله بالزنك سلفايد، تمام؟ وقلنا ليه مغطى بالزنك سلفايد؟ عشان الزنك سلفايد ده بيقدر يعمل ديتكشن للألفا بارتكلز. ازاي بيعمل ديتكشن؟ ان اول ما بتسقط عليه الألفا بارتكلز بيضيء جلو، خلاص؟ فهو هيعد النقاط اللي هتضيء فيعرف الالفا بارتكلز كميتها ومكانها اللي سقطت فيه. فادي مصدر الالفا بارتكلز وادي الميتال شيت، وفي المسار بتاع الاشعه بتاع الفا بارتكلز ما بين الميتال شيت وما بين السورس حط الجولد فويل وشغل المصدر بتاع اشعه الفا، تمام؟ فلما انطلق الشعاع بتاع الفا اصطدم بمين؟ بالجولد فويل. اغلب الشعاع، اغلب كمية الالفا بارتكلز اللي سقطت على الجولد فويل عدت منه تماما ودخلت وصلت لحد الميتال شيت وسابت نقطة مضيئة عليه. لكن الحاجة العجيبة اللي اكتشفها راذرفورد ان مش بس الشعاع اخترق الجولد فويل، ده في نقط مضيئة جت على جنب مسار الشعاع. منين جت النقط المضيئة اللي على الجنب؟ وحاجة اكتر من كده عجيبة شافها، ان في اصلا نقط مضيئة جت في الاتجاه المعاكس بتاع الشعاع اصلا. فازاي نشأت النقط المضيئة دي؟ يبقى ادي رسم توضيحي تكبير للي حصل للأشعة. ادي أشعة الالفا بارتكلز ساقطة على الجولد فويل اللي بالاصفر ده هو الجولد فويل، واللي لو انها بالاخضر دي هي الالفا بارتكلز. اغلب الالفا بارتكلز مرت عادي جدا من خلال الجولد فويل، most of alpha particles، اغلب الالفا بارتكلز باس ستريتلي، مرت باستقامه ثرو جولد فويل. لكن في بعض الالفا بارتكلز اللي احنا لوننا كده جزء بالاحمر عشان تشوفوه، سم اوف الفا بارتكلز ار ديفليكتد، بعضها انحرف عن المسار بتاعه وسقطت في نقطه بعيده عن المسار الطبيعي بتاعها. كمان في مجموعه فيري سمول ريشيو، نسبه صغيره جدا من الالفا بارتكلز is reflected، انعكست تماما، يعني جت تصطدم بالجولد فويل الرقيق ده لكن انعكست، ما قدرتش اصلا تخترقه، تمام؟ طب راذرفورد لما شاف هذه النتيجة ابتدى يفكر. قبل ما نعرف راذرفورد استنتج ايه، تعالوا نشوف التجربة بعينينا. هنا ده فيديو قديم جدا لإجراء التجربة بتاعت تومسون، ده source of alpha particles، تمام؟ وده الجولد فويل اللي محطوط في المسار ما بين الشعاع وما بين الديتكتور. هيبتدي يغطي الجهاز بتاعه بالليد بوكس، الصندوق الرصاص، وهيشغل الجهاز بتاعه. دي الشاشة اللي الديتكتور اول ما يحس بان في الفا بارتكلز هيطلع اشارة عليها. فاول ما شغل الجهاز لقى اشارة قوية جدا للالفا بارتكلز، حرك شوية الديتكتور لقى ان الاشعة كميتها بتقل، حرك من الناحية التانية برضو الاشعة كميتها بتقل. فهيحط علامة عند الاماكن اللي فيها الاشعة اقوى شدة، هيحرك الديتكتور بعيد شوية عن الاشعة لقى ان مفيش اشارة. لكن المفاجأة انه بعد ما انتظر ثواني بسيطة لقى في اشارة في مكان بعيد، هنشوف الاشارة هتظهر حالا. 2 3، فاكتشف ان الديتكتور استشعر وجود الفا بارتكلز بعيدة عن المسار، تمام؟ ومن هنا اكتشف ان حصل انكسار للاشعة عن مسارها الطبيعي. دي برضو محاولة من علماء الفيزياء ان هم يجروا التجربة لكن بأجهزة احدث شوية من اللي شفتوها. ده السورس اوف الفا بارتكلز، ادي الجولد فويل، وادي الديتكتور بتاعنا، وبيبتدي بالعداد يعد كمية الالفا بارتكلز اللي سقطت على الديتكتور. وطبعا الديتكتور بيتحرك، فعلا الفا بارتكلز موجودة، وان كانت لما اتحرك كان عددها قليل جدا.
طيب بعد ما شفنا التجربة مع لينا نشوف بقى رذرفورد استنتج ايه. طيب بعد ما شفنا التجربة مع لينا ايه بقى الاستنتاجات اللي استنتجها رذرفورد؟ التيبل اللي قدامنا ده بيوضح الاوبزرفيشنز الملاحظات اللي شافها رذرفورد والكونكلوجنز الاستنتاجات اللي هو استنتجها. اول ملاحظة the most of alpha particles penetrated the gold foil، اغلب الالفا بارتكلز اخترقت الجولد فويل. وايه كمان؟ ال very small ratio of alpha particles، جزء صغير جدا، نسبة ratio يعني نسبة، نسبة صغيرة جدا من الالفا بارتكلز didn't penetrate the gold foil، ما اخترقتش الجولد فويل. امال حصل لها ايه؟ reflected back، انعكست للخلف. تمام. وتالت ملاحظة كانت ايه؟ some alpha particles، بعض الالفا بارتكلز penetrated the foil but اخترقت الفويل، لكن were deflected، لكنها انحرفت، عن مسارها. طب اول ملاحظة لما لاحظ ان most of alpha particles penetrated the gold foil، قلنا ادي كان السورس بتاع الالفا بارتكلز، طالع منه البيم بتاع الالفا بارتكلز، وادي الميتال شيت، وان most of the alpha particles penetrated the gold foil، اخترقت الجولد فويل كأنه مش موجود، وسقطت فين؟ في نفس المكان على نفس الاستقامة بتاعت الأشعة اللي كانت بتسقط فيها قبل ما نحط الجولد فويل. يبقى most of alpha particles، اغلب الالفا particles penetrated the gold foil، اخترقت الجولد فويل، and hit the same place، وخبطت نفس المكان in which they appeared before placing the gold foil، اللي كانت بتظهر فيه قبل ما نحط الجولد فويل. تمام. استنتج ايه بقى رذرفورد؟ استنتج ان most of the atomic volume is empty، لازم يكون اغلب حجم الذرة is empty space، مكان فاضي. فهو استنتج ايه؟ قال ان الذرة دي لازم يكون اغلب الحجم ده فاضي، في حتت كتيرة فاضية، لان الاشعة اغلبها مر كأن مفيش حاجة قصادها، مرت بسهولة جدا. طيب ايه الملاحظة التانية اللي كان شافها؟ very small ratio، ratio يعني نسبة، نسبة صغيرة جدا of alpha particles، من الالفا particles didn't penetrate the gold foil، ما اخترقتش الجولد فويل. امال حصل لها ايه؟ reflected back، دي كانت الملاحظة بتاعته، انها انعكست للخلف. استنتج ان the atom contains tiny part، ان الذرة تحتوي على جزء صغير of a very high density، في جزء صغير في الاتوم له كتلة عالية، له كثافة عالية، سمى الجزء ده نيوكليوس. يبقى فلما جت الأشعة تصطدم بيه ما قدرتش تخترقه، خبطت فيه وانعكست. فده استنتاج سليم. كانت تالت ملاحظة شافها ايه؟ some of alpha particles penetrated the foil، بعض الالفا particles اخترقت الفويل but لكن were deflected، لكن انكسرت عن مسارها، راحت بعيد. فهو استنتج ايه؟ استنتج ان the dense part of the atom، اللي احنا سميناه ايه؟ nucleus، ان الجزء الكثيف اللي في الذرة have a similar positive charge، عنده شحنة موجبة زي similar to the alpha particles، عنده شحنة موجبة زي الالفا particles، لان اشعة الالفا دي شحنتها موجبة، فهي خبطت في حاجة موجبة زيها فحصل تنافر فمشيت بعيد. تمام؟ تمام؟ في نقطة بقى مهمة جدا، مش احنا كنا قلنا ان تومسون افترض ان الذرة بتكون uniformly dense وفي electrons embedded inside it؟ قال له لا، قال له ده الاتوم اصلا فيها جزء كبير فارغ، وطالما هي جزء كبير فارغ يبقى the atom is not uniformly dense، الاتوم ما هياش uniformly dense، ما هياش متجانسة في الكثافة بتاعتها، ما هياش كتلة كده متجانسة والالكترونات مغروسة جواها. فابتدى رذرفورد يحط تصور جديد للاتوم. يبقى دلوقتي هنشوف رذرفورد بناء على التجربة بتاعته ابتدى يحط اتوميك موديل خاص بيه. ايه بقى الاتوميك ثيوري بتاعت رذرفورد؟ اول حاجة قال ان الاتوم is an extremely small sized particles، الجسيم صغير جدا، استنتاج منطقي. وايه كمان استنتجه؟ it has a complicated structure resembles the solar system، تركيبها يشبه تركيب
النظام الشمسي، ان في مركز وفي اشياء بتدور حوالين هذا المركز. طب ايه الاستنتاجات التانية اللي استنتجها رذرفورد؟ استنتج بخصوص النيوكليوس، النواة بتاعت الذرة. يبقى هو استنتج ان ادي تركيب الاتوم، وان عندها سنترال نيوكليوس، والنيوكليوس دي much smaller than the atom، اصغر من الذرة نفسها. And most of the atomic mass is concentrated in it، واغلب كتلة الذرة مركزة في هذه النواة. A vast space، هناك فراغ بين the nucleus، ما بين النواة، and the orbits of electrons، والمسارات بتاعة الالكترونات اللي بتدور حواليها. قال it is positively charged، انها النيوكليوس دي مشحونة بشحنة موجبة. تومسون كان قال لنا ان الالكترونز من الكاثود ري دي مشحونة بشحنة سالبة، ورذرفورد قال لنا ان النيوكليوس مشحونة بشحنة موجبة. تمام. طب استنتج ايه كمان رذرفورد؟ ان الالكترونز have negligible mass، عندهم كتلة يمكن اهمالها، يعني عندهم كتلة صغيرة جدا. استنتج ان شحنة الالكترونات their charge، الشحنة بتاعتهم is negative، ما تومسون قال لنا ان هي negative، and equal the nucleus positive charge، شحنتهم سالبة وبتساوي الشحنة الموجبة بتاعت النيوكليوس، عشان كده الاتوم بتكون electrically neutral. وده شبه الكلام اللي قاله تومسون في التجربة بتاعته، ان الاتوم electrically neutral، الاتوم متعادلة كهربيا، ما بنمسكش اي عنصر يروح مكهربنا لوحده كده. كمان استنتج ايه؟ they travel around the nucleus at a tremendous speed، بيتحركوا، ان الالكترونز دي بتتحرك حول النواة بسرعة كبيرة جدا، in special orbits، في مسارات محددة. طيب في هنا سؤال منطقي، اذا كنت انت اكتشفت ان النيوكليوس موجبة وتومسون اكتشف ان الالكترونز سالبة، ليه ما بتتجاذبش الشحنة السالبة مع الشحنة الموجبة والذرة دي تنهدم، الكتلة دي تخبط في الكتلة دي وينجذبوا لبعض؟ التفسير بتاع ليه الالكترونز السالبة ما بتنجذبش للشحنة الموجبة بتاعت النواة وتلتصق بيها، ليه بتحافظ على نفسها بتدور في مسارات من غير ما النواة الكبيرة دي اللي عليها شحنة موجبة تقعد تشدها وتجذبها لنفسها وتصطدم بيها؟ قال علشان لما هي بتمشي بسرعة عالية جدا، كبيرة جدا 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 جدا، بينتج حاجة اسمها قوة طرد مركزي، centrifugal force، قوة طرد مركزي، يعني بتخلي الجسيم اللي بيجري بسرعة ده حوالين النواة عنده استعداد انه يطرد الى الخارج. القوة اللي بتساعده ان هو يبعد مساوية للقوة اللي بتشده ناحية النواة، فما بيسقطش للداخل. يبقى هو قال despite of the attraction between them، على الرغم من التجاذب بينهم، منهم هما مين؟ الالكترونز and the nucleus. تمام. على الرغم من التجاذب بينهم، عشان الشحنة دي موجبة والشحنة دي سالبة، this attraction force، هذه قوة الجذب، is equal in quantity، مساوية في الكمية، and opposite in direction، ومضادة في الاتجاه، لمين؟ to the centrifugal force، فتساوي القوتين دول بيخليه دايما ماشي في نفس المسار. طيب سؤال، give reason، قول السبب. the electron doesn't fall into، الالكترون مش بيسقط في the nucleus، في النواة، in spite of، بالرغم من the attraction force between them، على الرغم من قوة التجاذب ما بينهم. طبعا كلكم اكيد عرفتوا الاجابة، because the attraction force، لان قوة التجاذب equal، بتساوي in quantity، في الكمية، and مساوية في الكمية، and opposite in direction، ومضادة في الاتجاه، to the centrifugal force، لقوة الطرد المركزي، resulted from the revolving، الناتجة من قوة الطرد المركزي دي ناتجة منين؟ results from the revolving of electrons around the nucleus.
ناتجة من دوران الإلكترونات حول النواة. تمام. طيب سؤال تاني. give reason Rutherford theory، نظرية راذرفورد had failed، فشلت to explain the atomic structure. ليه هي فشلت في توضيح التركيب الذري؟ قالوا ان سبب فشلها هو because it didn't explain، لانها ما فسرتش the system in which electrons revolve around the nucleus، ما عطت لهمش تفسير عن الطريقة اللي الالكترونز بتدور فيها حوالين النواة، فهم اعتبروا ان ده نوع من الفشل اللي نظرية راذرفورد فشلت فيه. كده يكون خلص الدرس الأول الحمد لله، وإن شاء الله المرة الجاية هنبدأ في الدرس التاني.